بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي في الرابطة الكشميرية المهمين باللغة العربية، أنا الآن في مكتب الأستاذ الدكتور خير الدين، وهو خبير أستاذ كبير في اللغتين العربية والألمانية، وهو ألماني الجنسية وفلسطيني الأصل، له باع طويل، خبرة طويلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين باللغة العربية. فأريد أسمع منه بعض النصائح، وبالأخص عنده كتاب عن تعليم اللغة العربية المستخدم في ألمانيا، وهو حسب ما عرفت منه كتاب ناجح جدا لهذه الفئة. أستاذ دكتور خير الدين، شكرا، جزاك الله خير. شكرا لك دكتور بشير. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم كل خير. يعني أود أن أتحدث عن أحد الكتب المهمة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهو كتاب موضوع في ألمانيا، ويجري الحديث عنه كثيرا في الجامعات الألمانية، وتقديمه للطلبة الذين يتحدثون اللغة العربية أو الذين يتعلمون اللغة العربية هناك. هذا الكتاب اسمه العربية المعاصرة، وهو كتاب حقيقة مقسم حسب المستويات اللغوية المتعارف عليها دوليا ضمن معايير المجلس الأوروبي لتعليم اللغات، وهو كتاب مصنف حسب المهارات اللغوية، يعني حسب مهارة المحادثة وقراءة النص والاستماع وأيضا الكتابة. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الكتاب يضم نصوص من بعض اللهجات العربية المعروفة، إلى جانب طبعا النص الفصيح. فتجدون في هذا الكتاب نصوص حوارية باللهجات الشامية، باللهجة التونسية، ببعض اللهجات الخليجية، وباللهجة المصرية. فهو كتاب يغطي معظم اللهجات العربية المتداولة والمألوفة. يمكن أيضا الدخول إلى هذا الكتاب عن طريق رابط أونلاين عن طريق الإنترنت، مقابل حقيقة رمز أو مقابل يعني رسم رمزي يعادل تقريبا يعني 20 دولار لكل 6 أشهر. فيحصل الإنسان من خلال الرابط على هذا الكتاب وعلى الدروس وعلى النصوص المختلفة، سواء كانت مسموعة أو مكتوبة، مع أمنية التوفيق لكم والنجاح في تعلم وتعليم اللغة العربية. أستاذ الدكتور، أظن هذا الكتاب متاح باللغة العربية والإنجليزية والأردية أيضا. بالضبط، هذا الكتاب حقيقة متاح في الأونلاين، وأيضا بنسخة ورقية بعدة لغات، منها طبعا الأوردو، اللغة الإنجليزية، التركية، الفارسية، فمتاح بعدة لغات. إن أحببتم مستقبلا أن تدخلوا إلى رابط هذا الكتاب، يمكن أن يزودكم زميلي وأخي الدكتور بشير بالرابط المخصص بذلك. وطبعا المجهود، إنجاز التعبير، المستشرقين الألمان يعني قوي جدا وأكثر نجاحا من الكتب المتداولة تقليديا عندنا في الهند وباكستان وكشمير وبلاد مثلها. صحيح، خاصة أن هذا الكتاب حقيقة ليس يعني كتاب، أعتقد هو استغرق العمل فيه أكثر من 30 عاما. حقيقة أنا أعرف المؤلف منذ فترة طويلة جدا، هو جيرهارد شولتز، أحد كبار حقيقة المختصين باللغة العربية وتدريسها في ألمانيا. أول يعني ما وضع هذا الكتاب وضع في السبعينيات، ولكن تم تطويره من جميع النواحي، سواء من ناحية المضمون، المنهج، الطريقة، مضمون النصوص. فخلاصة هذه الفترة الطويلة من الأعوام وضعها المؤلف في هذا الكتاب، الذي كما قلت يستخدم في الجامعات الغربية على نحو واسع. شكرا جزيلا أستاذ خير الدين، بارك الله فيك، وإذا كان إن شاء الله فيه له فائدة فلك خير الجزاء وصدقة جارية. بارك الله بارك فيكم. الله فيك، حياك الله.